مع جاريتنا في المهجر وهي القادرة على أن تقدم الكثير لبلادنا في كل المجالات. التغيير يكون بالكفاءات لا الولاءات، والكفاءات أينما كانت. برلمانيين لي قسمنا الجالية تاعنا في الخارج ودرنا برلمانيين اللي يشاركوا في البرلمان، ولكن في الدستور الأخير دخلنا مادة 51. في الشعب الجزائري باللي القوانين الحالية يعتبروا المستثمر الجزائري اللي عايش في الخارج لما يجي يستثمر هنا كأنه مستثمر أجنبي. الدستوري الأخير، ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع جاليتنا في المهجر وهي مشكل من كفاءات وخبرات عالية هي التي تضع ورقة الطريق لكيفية تعاملها مع الجاليات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع جاليتنا في المهجر وهي القادرة على أن تقدم على التحويلات لجالياتها مثل المغرب ومثل لبنان. إذا عندما أتكلم أساسا يجب أن أؤسس لمدى من تحقيق عيش أفضل. ما هي المكانة التي يحظى بها الشباب في برنامجكم؟ لما نتكلم عن المسؤوليات ويتكلموا عن المشعل، هذا المشعل سنين ونحن ننتظر فيه للمترشح